وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفسنا عددنا وسوائل الله. اللهم اغفر ذنوبنا ما علمنا منها وما لم نعلم، صغيرها وكبيرها وها وجلها، يا أرحم الراحمين. تشفعنا برسول الله وتوسلنا فيه إليه أن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قرات الأغيار قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، نجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين نعوذ بك من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوك أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعدوك من خالفك. اللهم أتم علينا رمضان بالخير والبركة والغفران وعلما ونوراً، واجعلنا من أهل ليلة القدر ومن قيام رمضان إيماناً واحتساباً، ومن صيام رمضان إيماناً واحتساباً، وممن يقيم ليلة القدر إيماناً واحتساباً، لتغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، ببشارة حبيبك المصطفى ورسولك المجتبى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشفعه فينا رب العالمين، وشفع فينا الصيام والقرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. اشف منا المرضى واغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب العالمين لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا ظالما إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا مسلما إلا حسنت خاتمته، ولا حاجة إلا كريما إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين، ورحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفع الله بعلمه وعلم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه وزواره في الدارين آمين. الحديث 65، قضاء النافلة في وقت الكراهة. معلوم أن هناك أوقات للكراهة في الصلاة، فتكره الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع قبل الرمح، وقبل صلاة الظهر عند الاستواء بحوالي ثلث ساعة إلى أن يؤذن الظهر، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند قيام الخطيب لخطبة الجمعة لمن صلى تحية المسجد، فيكره له أن ينشد صلاة بعد تحية المسجد أثناء خطبته. هذه هي أوقات كراهة للصلاة، فلا تنعقد الصلاة فيها، ويأثم إن كانت مطلق تطوع، إن صلى فيها يحرم ولا تنعقد الصلاة ويأثم إذا كانت مطلق تطوع. أما إن كان لها سبب فالشافعية أجازوها، إن كان لها سبب سابق عليها أو مقارن لها، سابق عليها زي تحية المسجد لأن يسبق الدخول للمسجد، فلو أن يصلي تحية المسجد وقت الكراهة، هذا خاص بمذهب الشافعية دون غيره. يعني الشافعية استثنوا بعض الصلوات بحيث يمكن تصلى في وقت الكراهة، وباقي المذاهب قالوا الصلاة مطلقة بدون استثناء في وقت الكراهة لا تصلى، حتى صلاة الجنازة. إلا الحنابلة استثنوا صلاة الجنازة
للأمر بسرعة دفن الميت. لكن باقي المذاهب ما يصلوش حتى صلاة الجنازة في وقت القراءة، ينتظر حتى ما يزول وقت القراءة وبعدين يصلوا الجنازة. والشافعية عندهم يصلوا الجنازة في أي وقت لأن هي سببها سابق عليه وهو موت الميت. ولا أنت بتصلي صلاة الجنازة قبل ما الراجل يموت؟ لازم تستنى يموت الأول وتستنى يغسل الأول وبعدين يتكفن. فكل دي أسباب سابقة عليه. فإذا كان وقت الكرامة هل يجوز قضاء نافلة سابقة كان يمكن أن تؤدى في وقت في وقتها ففات وقتها فتصليها في وقت الكرامة أم لا؟ عند الشافعية يجيزون ذلك لأن هي لها سبب سابق عليه. فلو فاتتني مثلا سنة الظهر البعدية وصليت العصر، لي أن أصلي سنة الظهر البعدية قضاء بعد العصر؟ ده عند الشافعية. عند البقي يقول لك لا ما ينفعش. طب ما هو النبي صلى بعد العصر ركعتين وأنا كنت بصليهم بعد الظهر وشغلان موت بني فلان. الشافعية خدوا ظاهر الحديث. فالمذاهب تقول لك ده خاص بالنبي. دي حاجة خاصة بالنبي لأن إذا خالف فعله وقوله يبقى فعله خاص به والقول لأمه. فهو نهانا عن الصلاة في هذا الوقت ثم هو صلى، يبقى الصلاة دي خاصة به والنهي متعلق بالأم. دي طريقة فهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل في مثل هذه الأحاديث. الشافعية يقولون لا يقولون بالتخصيص إلا بالتنصيص. لا يقولون بالتخصيص إلا بالنص، يعني النبي ينص. هنا النبي لم ينص، لم يقل إن دي خاصة بيا دون سائر الأمم، بيبقى خلاص فعله حجة له. فهمت بقى طريقة فهم الشافعية؟ فالشافعية عندهم أن فعل النبي يقتدى به كقوله سواء بسواء. ولو خالف فعله قوله ننظر إلى حكمة المخالفة. فإذا اطلعنا على حكمة المخالفة عملنا بمقتضى الحكمة. فالنبي لما سئل ليه صليت في وقت الكرامة؟ قال صلاة كنت أصليها بعد الظهر ففاتتني. يبقى خلاص عرفنا الحكمة، إن لو فاتته صلاة المعتدي يصليها له أن يقضيها. فطالما عرفنا الحكمة يبقى نتأسى به في الفعل ولا نقول أنها خاصة به. فهمت طريقة فهم الإمام الشافعي؟ مخه بتركب إزاي في مثل هذه الأمور؟ الباقيين يقول لك لا مطلقا كذا، إذا خالف فعله قوله يقدم القول للأمة والفعل خاص به سواء نص أو لم ينص. يكفي أنه في القول نهانا أن نصلي في هذا الوقت ونحن مطالبين بقوله. وإذا خالف فعله قوله يكون خاص به لأن النبي له عبادات خاصة، له بعض الأحكام الخاصة، ربنا خاصه بعض الأحكام. كان يواصل وإحنا ما نواصلش، كان ممكن يصوم عند التيمم متتالية ولا يشرب جرعة ماء وإحنا ما نواصلش، وكان قيام الليل في حقه واجب وفي حق سائر الأمة سنة، وكان القصد في حقه واجب. وبرضه في حق الأمة واجب على فكرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوبه عليه أشد. وهكذا النبي كان يخص ببعض الأحكام، وكان مثلا يجوز له الجمع بين أكثر من أربعة نسوة، والأمة ما ينفعش واحد يعمل كده ويتجوز أكثر من أربعة ما ينفعش. وما ذلك كان جمع بالتسعة، لا ده خاص بالنبي، قال له خالصة لك من دون المؤمنين أو التنصيص أو التخصيص. شوف الشافعي يقول لك ايه؟ زي ما قال ربنا خالصة لك بدون. فإذا نص خلاص. فهنشوف هنا ايه الحديث ده ونشوف كلام الشيخ ابن أبي جمرة، وابن أبي جمرة طبعا راجل مالكي، فهيعرض وجهة نظر المالكية وايه وينحاز إليه. فخد بالك واحنا شافعية هنستحمله. يعني هو طبعا هيبتدي يتكلم علينا واخد بالك مخالفا لما ذهب اليه امامنا، لكن احنا نتحمله لان دي امور خلافيه في الفهم لا باس يعني.
بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، الإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن كُريب قال: سألت أم سلمة رضي الله عنها عن الركعتين بعد العصر، فقالت أم سلمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، يعني كان عندها ضيوف، والنبي دخل بيتها حجرتها بعد صلاة العصر، كان عندها ضيوف، هي مشغولة مع الضيوف، فلقيته واقف في ركن كده وبيصلي. هل ده بعد العصر؟ بيصلي ايه دي؟ فتعجبت من أم سلمة، هي مشغولة مع الضيوف ومش قادرة تقوم تسألك، وده يقول لك على إن الإنسان إذا كان عنده ضيوف فالضيوف لابد أن يؤنسهم وما يشغلش نفسه بحاجة عنه، فده الأدب يعني نتعلمه من أمنا أم سلمة. وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية، فقامت إيه؟ وكلت الجارية الخادمة بتاعتها، قالت لها روحي اسألي النبي إيه الصلاة اللي بيصليها دي؟ وهو ده خافت تأجل لسان تنسى، ما احنا ممكن بقى واحد زينا يقول ايه؟ طب ما اخي تستنى يا اخي وتبقى تقول له بالليل وهم في الرواقه بقى والبيت فاضي وتساله يا اخي، يعني لازم وتساله وهو بيصلي؟ انت مش فاهم فقه الصحابه. هي خايفه لا تكون النبي نسي انه نهى فعايزه تذكره، وخايفه هي نفسها تنسى وتنشغل بامور اخرى فيفوتها الفائده. فهمت بقى ازاي؟ فالصحابه يدل لك على ان هم كانوا عندهم وعي كامل بان هم عايشين مع نبي، فعايزين يستفيدوا من كل حركاته ويخافوا لا يفوتهم حاجه ياجلوها فينسوه، فيبقى ايه اذا طرأ ليك شيء في خير عجل بيه على طول. ولا شك ان فهم الدين من الامور اللي فيها خير كبير فلا تؤجلها، فده يفهمك ازاي النبي ربى امهات المؤمنين وربى الصحابه على المصارعه، واخد بالك، على الفهم والمصارعه على ادراك الأمر، والمصارعة أيضا على نصح الناس حتى بما فيهم النبي. هي شايفة زوجها بيصلي صلاة نهى عنها فخافت لا يكون هو نسي إنه نهى، أو إنه هو متذكر إنه نهى بس النهي نسخ، ربنا قال له خلاص اللي دي ما بقتش قراءة، صلوا في إبراهيم. مش دي كل ده محتمل؟ كل ده محتمل. فحبت تسأل على الله، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، ما قالت لهاش بقى تقفي في وشه كده وتسأليه، تعلمها أدب سؤال المصلي، لما تيجي تسأل المصلي ما توقفوش من وشه كده عشان ما تشغلوش، لأن إذا استقبل الإنسان القبلة كان الله جهة وجهه، مش كده برضه؟ فما تجيبوش بقى في جهة الوجه، عايز تسأله على حاجة اسأله وهو على جنبه، تقف على جنبه فتسأل. يبقى اتعلمنا برضو كيف تسأل المصلي عن أمر خارج الصلاة وهو بيصلي. فقالت لها إيه؟ قومي بجنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. وفهمتها، قالت لها إيه؟ فإن أشار بيده فاستأخري، أجلي بقى خلاص، أنت سألتيه لو أشار انتظري يعني خلاص، ما تقعديش تزني وتسألي تاني، سيبيه بقى. فإن أشار بيده فاستأخري، وهذا يدل على جواز الإشارة اللطيفة في الصلاة فلا تبطله. يبقى النبي كان معلمه إن ممكن الإنسان يشير في الصلاة، يعني ممكن أنت تكون شايل حاجة ومراتك عايزاها وانت بتصلي فتقول لك انت شلتها فين؟ تقول لها شوف لها على الدرج مثلا وصلاتك صحيحه مفيش اشكال، مش تيجي تتخانق معاها تقول لها بتكلميني وانا بصلي وتهببها نكد. فهمت؟ فيجوز الاشاره الخفيفه ايه في اثناء الصلاه فلا تفضلها، يعني كل ده فقه ناخده منه، كل ده علوم ناخدها من حوار حصل داخل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجتي وخادمتي، فازاي تاخذ منها علوم كثيره. فان اشار بيده فاستاخري عنه فقلت، ففعلت الجاريه
راحت سألته من جنب النبي أشعر بيدي فاستأخرت. ناس عندهم وعي ينفذوا زي ما يقول. انت دلوقتي تقول للناس الحاجة ينفذها زي ما هو عايز مش زي ما انت عايز. فهمت؟ وده غلط. كل واحد يسمع الأمر ينفذه زي ما هو عايز في الوقت اللي هو عايز، مش في الوقت اللي انت عايز فيه. يعني تقول مثلا لابنك ولا لبنتك عايز كوباية مية، هو بقى في له حاجة مشغول على النت، يقوم يأجل وبعد ساعة يجيب لك حاجة ساعة. يبقى هو مش بيجيب لك الحاجة اللي انت عايزها في الوقت اللي انت عايزها، لا، ده الحاجة اللي هو عايزها في الوقت اللي هو عايزه. وفي الاخر انا سمعت الكلام اهو، مش انت بتقول لي عايز اشرب، قلت لك حاجة ساعة. انا كنت عايز من ساعة يا ابني. فما ينفعش تسيب اللي في ايدك وتيجي تنفذ على طول. فاهم؟ لما اقول لك عايز اشرب مية ما تجيبليش بيبسي، تجيب لي مية. فهمت بقى المسألة؟ دي أداة معينة في العشرة لما تبقى معاشر الناس. فاستأخري عنه، ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال يا ابنة أبي أمية. دي إيه؟ دي كنية ستنا أم سلمة. يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين اللتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس. وفد عبد القيس ده كان وفد جاء للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، جاله سنة ستة وجاله سنة تسعة هجري في عام الوفود. جاله سنة ستة بعد صلح الحديبية وجاله سنة تسعة. وفد عبد القيس ده جاله البحرين، كانوا ساكنين في ايه، في البحرين اللي هي منطقة البحرين الوقت كان قاعد فيها وفد عبد القيس. كان بينهم وبين النبي ايه، مضر، كفار مضر اللي هم اهل نجد، وكانوا بيحاربوهم ويضايقوهم. وبتوع البحرين دول طول عمرهم عايشين على السواحل وتجار اغنياء، فبيخافوا بقى ايه يمشوا في غير الاشهر الحرم، لا يطلع عليهم حراميه نجد يسرقوه. فكانوا يستنوا الاشهر الحرم، العرب ساعتها بتهبل ما ترضاش تحارب بعض، يقول فرصه يجوا للنبي يتعلموا حاجه ويرجعوا. فده وفد مين؟ عبد القيس. فجم للنبي ايه؟ من البحرين. فبيقول اتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر. جم قعدوا مع النبي من بعد ما صلى الظهر لحد ما العصر فانشغل معاه. فلما صلى العصر تذكر سنه الظهر البعديه اللي هو معتاد يصليها. فلما دخل بيته صلى فهما هاتان، يعني فالركعتين دول هاتان اللي هما بتوع. فبيقول هنا بيعلق بيقول ايه بقى؟ سيدنا ابي جمره المالكي، خد بالك لان لو واحد شافعي هيعلق غير الكلام اللي هنقراه، لان كل واحد على حسب فهم ايه الامام اللي اتربى على عقليه. ظاهر الحديث يدل على جواز الركوع بعد العصر لاجل فوات ما كان بعد الظهر من التنفل، والكلام عليه من وجوه، منها هل هذا جائز لغيره عليه السلام مع وجود فوات ما كان له من عادة بعد الظهر مطلقا بأي وجه فات، أو ليس إلا بذلك الوجه الخاص وهو الشغل بمن يدخل في الإسلام لحرمته، أو ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، أو ذلك مطلق لغيره بغير علة تحتمل، والأخير هو مذهب الشافعي. يعني بيقول لك هنا ثلاث احتمالات. قال لك هل الصلاة في وقت الكراهة ده خاص بالنبي؟ ولا ده يجوز لكل واحد بس لما يكون سبب التأخير والفوات أمر مهم قهري كان انشغاله بناس يريدون أن يدخلوا في الإسلام؟ مش انشغلت ماتش الكورة ولا انشغلت بحاجة تافهة ففاتك وقت الصلاة وبعدين تيجي تقضيها في وقت الكراهة؟ لا، ده لازم يكون شغل بقى قهري. فهمت ازاي؟ هو مهم أوي احتمال. ولا لو انشغلت عنها عموما بأي شغل لك أن تصليها مطلقا. فهمت بقى ازاي؟ يعني عندنا ثلاث احتمالات. هل ده خاص بالنبي؟ أو لغير النبي لو كان شغل مهم أوي يصعب تأجيله؟ ولا هو مطلقا لو بأي شغل مهم أو غير مهم؟ الأخير، الاحتمال الأخير ده الشافعية قالوا بيه. قالوا بيه وراح نفسه. فهمت بقى؟
والأخير اللي هو إيه؟ إن هو مطلقا يعني هو مذهب الشافعي ومن تبعه له معنى. فهمت؟ ولا حجة له في ذلك، خد بالك بقى، هيبتدي بقى إيه؟ ينقض مذهب الشافعي لأنه ملكي، فبيرجح وجهة نظره. ولا حجة له في ذلك من وجهين، أحدهما أنه ليس النافلة منه صلى الله عليه وسلم كما هي من غيره، فإنه قد صح عنه عليه السلام أنه كان إذا عمل عملا أثبته فأشبهت النافلة منه عليه السلام النذر من غيره. الوجه الأول أن النافلة من النبي كانت شبه منظورة، فكان النبي واظب عليها ومواظبته على الواجب، فهمت؟ لكن غيره هي نافلة مش نذر، فما فيش لزوم يعني أنه يعملها ويتلبس بها في وقت فيه كرامة. ده أول وجه بيقول. والوجه الثاني وهو نص الحديث، لما استفهمت الجارية بأمر أم سلمة رضي الله عنها قال لها شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر كما هو مذكور آخر الحديث. وقوة الكلام عند أهل الكلام، قوة الكلام اللي هي إيه؟ يعني مفهوم الكلام، يعني ما وراء النص. وقوة الكلام عند أهل الكلام كالنص، يعني المفهوم دليل له دليل كالنص أيضا، سواء العمل به واجب، يعني إيه المفهوم يجب العمل به كما أن النص يجب العمل به. وقوة الكلام هنا تعطي أنه عليه السلام ما فعلها نقضا لما نهى عنه من الصلاة بعد العصر، ولا نسخا للحكم بذلك، وإنما هو من أجل علة ما فاته، وهو عليه السلام قد ألزم نفسه المكرمة إثباتها، يعني أثبت ألزم نفسه بالمواظبة على كل فعل خير يفعله ولو كان سنة ولو كان غير واجب، لأن النبي كان يحب إذا عمل عملا أن يداوم عليه ويثبته، يعني إيه؟ يعني يداوم عليه. والنهي باق كما كان، والحكم به مستمر، هذا لا يقدر أحد ممن يتناصب في البحث على طريقه أن ينكره. وأما ما ذهب مالك رحمه الله فيرى أن ذلك خاص به صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى إيه؟ يبقى إيه خصوصية، لأن الفعل خالف القول فنقدم التخصيص، ويبقى القول لنا والفعل له خاص. لما ألزم نفسه المكرمة وأن غيره لا يفعله تمسكا بقاعدة النهي واستمرار الحكم به. وأما البحث على لفظ الحديث كده يبقى إيه؟ خلاص قرر مذهب المالكية وريحته، واضح؟ وأما البحث عن لفظ الحديث فإنه كان إن كان يقع ممن يتبعه عليه السلام في أنه كلما يفعله، هي قالت كلما، دي ما تبقاش إيه متصل، لازم برضه تبقى منفصلة، كل ما مش كلما، كل ما. ازاي يبدو ان في ناس دلوقتي بيراجعوا الكتب ما يعرفش الفرق بين معنى كلما المتصله وكل ما المنفصل، في فرق بينهم. كلما المتصله دي كانها ظرف، لكن كل ما دي مش ظرف. فهمت ازاي؟ تبقى ما دي موصوله، يعني كل الذي يفعله، بأنه كل ما يفعله من النوافل يلزمه نفسه اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءه عذر يشغله عن ما كان يفعله بعد الظهر واتصل شغله به حتى خرج وقت الظهر، فإنه يجوز له أن يفعله بعد العصر كما فعل هو صلى الله عليه وسلم، بأن الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن بقي هنا بحث، هل هو كما قدمنا أنه كل ما كان عذر من أي وقت، أي وجه كان من أنواع الأعذار يجوز معه هذا الفعل وهو الركوع بعد العصر لما فات بعد الظهر، ولا يكون ذلك إلا بمثل العذر الذي وقع له صلى الله عليه وسلم وشغله عليه السلام بإسلام هؤلاء وتقعيد أصول الشريعة لهم الذي هو الأصل، لأنه من أجل ذلك بعث صلى الله عليه وسلم محتمل لهم معه. فإن قلنا بالعموم فنقول بالجواز، ويكون هذا أعلى الأعذار، يبقى يجوز لو كان العذر شديد قوي، يعني زي العذر بتاع النبي ده جايين بيتعلموا الاحكام وجايين له من سفر بعيد وناويين يمشوا ما عندهمش وقت، فكانش النبي قادر ياجل
وإن قصرناه على ما فعل صلى الله عليه وسلم فنمنع إلا أن يقع لأحد مثل ذلك العذر. يبقى إيه؟ لو واحد مثلا جاءه بعد صلاة الظهر واحد عايز يدخل الإسلام على إيديه، واخد بالك، فانشغل معاه قاعد يعلمه أحكام الإسلام والشهادتين وإزاي يتوطن لحد مدن العصر، يبقى ده ليه إنه يقضيه، واخد بالك. وهذا نادر أن يقع لغيري عليه السلام، لا سيما في هذا الوقت، لأن النادر من الناس من يقع له ذلك، وقد يجد البدل منه كثيرا. قد يجد البدل يعني إيه؟ يعني ممكن يخلي واحد غيره يقول له طيب فهمه على ما صلي ركعتين. في كتير مسلمين كتير متعلمين، ما يعني عنده بدل. اللهم إلا أن نفرض أنه لا يكون له في الوقت من يقوم مقامه في ذلك، فهذا نادر جدا، والنادر لا حكم له. كل ده تقعيد لمذهب المالكية. وهذا الوجه والله أعلم حمل الإمام مالك رضي الله عنه أن يقول هو خاص به عليه السلام. لأن حتى العذر اللي تأخر النبي ده عذر تلاقيه خاص بالنبي ونادرا ما يحدث لغيره. واخد بالك؟ وأن فعله خالف قوله، فالاثنين دول يدلك على التخصيص. بل طريقة إيه فهم من إمام مالك. وفيه دليل على جواز استفهام المفضول على الفاضل إذا رأى منه ما يعرف من عادته. مين الفاضل؟ النبي، هو أفضل الخلق، والمفضول مين اللي ستناه؟ مسلم. فيجوز ان هي المفضول يستدرك على الفاضل ويساله في امر ايه عشان يفهم منه لما يعرف من عادته انه كان لا يصلي بعد العصر اصلا صلى الله عليه وسلم، لما كان يعرف من عادته المستمره. يؤخذ ذلك من استفهام ام سلمه رضي الله عنها له صلى الله عليه وسلم، فان كل الناس في زماني عليه السلام وغير زماني بالنسبه اليه عليه السلام مفضولون. طبعا هو سيد ولد ادم. وفيه دليل على أن الاستفهام لا يكون إلا بعد التحقيق بالأمر الموجب له. يؤخذ ذلك من قولها عليه السلام وأراك تصليهما، خوفا أن يكون هناك أمر يخالف الظاهر كما كان. وفيه دليل على أن تأخير السؤال لا يتغير. عندك إيه؟ طيب، بس الجملة مش حلوة، التعبير مش حلوة، كان مفهومه حلو. هو كان حقه يقول إن تأخير السؤال عن وقت الحاجة لا يجوز. كان يبقى كده واضح. وفيه دليل على أن تأخير السؤال لا يتغير والمبادرة به هو الأولى. فيبقى كان حقه يقول تأخير السؤال عن وقت الحاجة لا يجوز والمبادرة به أولى. تبقى واضحة كده. لكن على أي حال المعنى مفهوم. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها لما رأت ما تغير من عادته عليه الصلاة والسلام وهي مشغولة، وهو صلى الله عليه وسلم هي مشغولة بمين؟ بضيوف، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا بيصلي، يعني مشغول في صلاته، لم تؤخر الصلاة حتى السؤال حتى يفرغ عليه السلام من صلاته، بل سرعت تسأل عن ذلك ولم ينكر هو عليه السلام عليها بعد، لأن النبي عارف ظروفها أنها كانت مشغولة وخايفة تنسى، وأرادت أن تذكره وخايفة إيه يفوت عليها هذا الحكم. فعرف المساوغات دي النبي على طول يفهمها بالإشارة، بل قبل الإشارة النبي يفهم. أنت كنت أنت تفهمها بالإشارة، النبي يفهمها قبل ما تشاور. فهمت؟ وعشان كده ما لمهاش وقال لها ليه ما صبرتيش لما خلص الصلاة والناس الضيوف يمشوا؟ طب ما الضيوف برضه هيشوفوه بيصلي وهم عارفين إن النبي نهى. فهي عايزة برضه إيه؟ يعني ينتشر الحكم لكل الناس، فعايزه كمان تعلمه، لان النساء دول هيخرجوا بره هيخبروا الناس بره بما حدث داخل حجرات النبي، ان النبي بيصلي بعد العصر، فيحصل شوشره بالنسبه للنبي نهى عن الصلاه بعد العصر. فهي ارادت ان الامور تبقى واضحه امام الناس جميعا رضي الله عنها وارضاها، وده يدل لك على فقه امهات المؤمنين. وفيه دليل على جواز النيابه في السؤال، انك انت تنيب غيرك، يعني تقول له فلان لو سمحت لما تروح تسأل الشيخ فلان اسأله لي، يبقى يجوز النيابة، مش شرط بنفسك يعني. وفي دليل على جواز النيابة في السؤال عن مسائل العلم عند الشغل، ويؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها لما لم تقدر هي أن تمضي إليه وجهت الجارية واستنابتها في السؤال عن مسائل العلم الذي هو السؤال. وفي دليل على جواز استنابة الفاضل المفضول في السؤال، ولما بعت واحد بالنيابة عني مش شرط يكون في نفس مستواي الاجتماعي، ممكن يكون أقل مني في مستواي الاجتماعي.
هي بعتت الخادمة بتاعتها. فكان ممكن يقول لك طب تبعت بنتها، يبقى برضه يعني في نفس المستوى بتاعها. لا يجوز، ما فيهاش حاجة، لأن هو ده اللي موجود، اللي موجودة هي دي دلوقتي. ففي دليل على جواز استنابة الفاضل المفضول في السؤال عن العلم، وفي تغيير منكر يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها استنابت الجارية وهي حيث هي من أم سلمة، وأقر ذلك هو صلى الله عليه وسلم. مش يروح النبي يقول لها وبعت لي الخدامة تسألني كمان وأنا بصلي، ما كانش عنده الحكاية اللي عند الناس التانية دي. صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحترم كل بني آدم، مفيش حاجة اسمها خدامة مش خدامة، هي خدامة يعني. طب ما كلنا خدامين لبعض، فهمت؟ ما هو الطبيب بيقف يشيل القيح والقرف من جسم المريض، وبتاع المجاري بيعمل ايه؟ بيقف في البلاعة يشيل برضه القرف، فهم زي بعض. ايه الفرق يعني؟ بس ده في العيادة والتاني في البلاعة. يعني كلنا خدم لبعض يعني، المقصد كده. فهمت ازاي؟ فكلنا ليتخذ بعضكم بعضا سخرية، فكلنا بنخدم بعضنا بقى. فما فيش واحد اسمه ايه واحد اعلى من واحد في المهنة، لا، كل المهن بتؤدي مصلحة معينة. وفيه دليل على جواز السؤال لمن هو في الصلاة لأجل أمر يفوته، يؤخذ ذلك من سؤالها له عليه السلام وهو في الصلاة، لأنها لو تركته حتى يفرغ فات الأمر ولا فائدة إذ ذاك. وفيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة عن الشيء الذي يسأل عنه ولا يفسد الصلاة، إلا أنه بشرط أن يكون يسيرا. مش يشاور لها بقى، يديها جملة مفيدة زي اللي بيشاوروا كده ولا تنشر الأخبار بالإشارة، واخد بالك؟ لا، يعني يكفي إشارة بس وخلاص، يعني إشارة كده 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 وخلاص، فما يعملهاش حوار يعني بالإشارة، عشان ما تبقاش إيه حركة كثيرة يعني. وفيه دليل على جواز الإشارة في الصلاة عن الشيء الذي يسأل عنه ولا يفسد الصلاة، إلا أنه بشرط أن يكون يسيرا. يؤخذ ذلك من أنه صلى الله عليه وسلم أشار بيده المباركة إلى الجارية حين كلمته وهو في الصلاة، ويؤخذ منه جواز استنابة من لا يعرف الأحكام في حكم خاص، إلا أنه بشرط أن يعلمه حكم الله في ذلك الأمر. يؤخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها لما وجهت الجارية علمتها ما تقول وما تفعل، قالت لها اقفي جنبه واسأليه، ما تبقيش مقابلة، علمتها الأدب الأول، ولو شاور لك اسكتي خلاص ما تسأليش تاني. وفيه دليل على أن للضيف حرمة، يؤخذ ذلك من أنه أم سلمة رضي الله عنها لم يمنعها من المشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا شغلها مع النسوة اللاتي أتيناها للزيارة، ويؤخذ منه جواز زيارة النساء بعضهن لبعض، لكن بشرط ألا يكون في أثناء ذلك محرم ولا مكروه، بدليل قول عائشة رضي الله عنها لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث الناس لمنعونا المساجد، فإذا المساجد منعنا فمن باب الأحرى غيرها. يعني يجوز النساء يزوروا بعضهم البعض ما لم تخلو هذه الزيارة من فعل المحرمات، واخد بالك؟ يعني مش يجتمعوا ويشربوا خمر، يجوز الزيارة ينفعوا، أو يقعدوا يتفرجوا على إيه؟ على المسلسلات والكلام الفارغ والأفلام كده، برضه ما ينفعش، لأن إحنا عندنا التمثيل حرام في مذهبنا مطلقا بجميع أنواعه بلا استثناء، ولو كان رجال فقط هما اللي بيمثلوا، مفيش نساء معانا، حرام مطلقا عندنا مذهبنا كده اللي احنا نقابل بيه ربنا. وفي دليل على جواز التنفل بين الاهل وهم ينظرون، يؤخذ ذلك من ان ام سلمه رضي الله عنها لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ترانا علمت به. وفيه دليل على كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة، يؤخذ ذلك من إشارة النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أن تتأخر عنه، ومعلوم أنه يحصل من ذلك تشويش مال، يعني ما فيش داعي إنك أنت تقترب من المصلي قرب زائد بلا ضرورة لأنك هتشوشه. وفيه دليل على أن أدب من يسأل من هو في الصلاة أن يقوم إلى جنبه، يؤخذ ذلك من قوله أم سلمة رضي الله عنها للجارية قومي إلى جنبي، وفي هذا من طريق النظر أنه إذا كان السائل عن جنب المصلي رمقه بطرف عيني فيعرفه وتكون الإشارة إليه خفيفة، فإذا كان قبله يحتاج المصلي أن يدفعه، يعني لو جاله قدام هيضطر أن يدفعه،
بأن في حرمة من أنه يمر بين يدي المصلي، فإنه مار بين يدي، وإن كان خلفه أو بالبعد منه قليلا قد لا يعرفه، وإن عرفه فقد لا يتأتى له أن يصغي إليه لبعده، فيكون سببا لتشويشه، وقد لا تمكن الإشارة إليه إلا بمشقة، لا تمكن الإشارة إليه إلا بمشقة. يعني لو كان بعيد عنه أو من خلفه ما يعرفش، لو بعيد عنه يمكن يجي يسمعه ما يسمعش كويس عشان بعيد، يقوم يضطر يبطل قراية ويسند أكتر ويقطع صلاته ويقطع خشوعه. ولما يبقى بعيد أو من خلفه ربما يريد أن يشير ما يعرفش يشاوره وهو خلفه، وربما كمان يجي له من خلفه ما يعرفش مين اللي بيسأله ده، لكن لما يجي له من جنبه يبقى جنب عينه كده عارف مين اللي بيسأله. كل ده يمنع عنه التشويش. وفي دليل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به، وأخذ ذلك من أن أم سلمة رضي الله عنها لما رأت سيدنا صلى الله عليه وسلم ضد ما قد اشتهر من الحكم في منع الصلاة بعد العصر، وإن كان الأمر عندهم أنهم يتبعونه في أفعاله عليه السلام كما يتبعونه في أقواله، لكن لما كان فعله عليه السلام هنا محتملا للنسخ والنسيان، محتملا أن الحكم نسخ فما بقاش في قرار، أو أن النبي ناسف أرادة تذكر، لم اقراه لي طيب لان انا مش عندي. وفي دليل على تواضعه عليه السلام خصوصا في كونه خطب الجاريه بقوله يا بنيتك. ده انا سبت انا مكتوب عندي بس انا سبت. الجزء ده في الحديث مش موجود. لا هي يا ابن هو ايه افتكر لما قال يا ابنة ابي اميه ان كان بيكلم الجاريه، لكن هو ده كوني ستنا ايه بيكلم ام سلمة، فيعني دي فاتت على الشيخ ما يقراش. يا اما هو في روايه اخرى في غير البخاري فيها يا بنيتها غير روايه البخاري، ربما يكون عنده روايه غير روايه البخاري فيها التفصيل، لكن هي مش موجوده في هذه الروايه. وفيه دليل على أن الحكم إذا ثبت لا يزيل إلا شيء مقطوع به، لأن إحنا عندنا محكمة للنسخ والنسيان لم تقتدي به في زوال الحكم قد ثبت مقطوع به حتى تعرف حقيقة الأمر في ذلك. وفيه دليل على جواز أخذ العلم من النساء، ويؤخذ ذلك من سؤال هذا الراوي أم سلمة رضي الله عنها وتعويله عليه، لكن بشرط أن يكون فيها لذلك أهلية كما كان في هذه السيدة، يعني يجوز أن النساء يبقوا مشايخ في العلم إذا كانوا أهلية. يعني الأنوثة بحد ذاته ليس قادحة في أن إيه تكون سببا للعلم الموصوف فيه، فهمت؟ بل قد تكون النساء مشايخ كبار وعلماء كبار، وأنت شوف ستنا عائشة كان كثير من الصحابة ما يختلفوا في أمر يروح ياخدوا رأيها، وهنا برضه كُريب هنا جه راح سأل مين؟ سأل أمنا أم عائشة، ده كُريب ده كان مين بعته؟ جمال بن عباس. ما هو ده قريب ده مولى ابن عباس اللي كان بعته سيدنا عمرو بن عباس قال له روح اسال ام سلمة بن سلام. فهمت ازاي؟ فيبقى ده دليل ان ايه؟ ان المسلمين عندهم ممكن يكون مشايخهم نساء ما يضرش. بس يكون فيهم الاهليه يعني، يكون عندهم اساليب متصله بالفهم الصحيح، عندهم ادوات الفهم، وعندهم ايه؟ الحفظ والضبط والعداله اللي بيها تقدر يتصل في كلامه. وفي دليل على اهتمامهم رضي الله عنهم بالدين، يؤخذ ذلك من ان هذا الراوي سال عن ام سلمه لما لم يكن له بهذا علم، وكذلك كانوا جميعا رضي الله عنهم يرحلون في الحديث الواحد الايام العديده، ولذلك قال من قال اذا كان لك بالدين اهتمام ففي المعالي لك قدر، وان اضعته فما خطرك في الوجود به خطر. يعني كل ما تضيع الدين تبقى انت اضيع، وكل ما تهتم وتعظم الدين تبقى انت اعظم. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف على حديث سبعه اوامر وسبعه نواهي غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا بما تريد ان امرنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.